عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو اجتماعا فور عودة بعثة المنتخب الوطني للقاهرة بعد الخروج من بطولة كأس العالم من الدور الأول دون تحقيق أي نقطة وقرر اتحاد الكرة توجيه الشكر للجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول لمناسبة انتهاء فترة عمله بنهاية مشاركة مشاركت مشاركت مشاركته في كأس العالم كما وجه مجلس إدارة الاتحاد الشكر أيضا للجهاز الفني للفريق بقيادة هكتش كوبر اللي حقق انجازات بالتاهل الى نهائيات كاس الامم الافريقيه، وايضا الوصول الى المباراه النهائيه بعد ثلاث دورات متتاليه غاب فيها عن النهائيات، فضلا عن قيادته للمنتخب للوصول الى نهائيات كاس العالم بعد غياب دام 28 عاما.